مين ده بقى؟ ماندبل. ده الماندبل. طيب الماندبل اصلا المفروض انه هو عباره عن بادي واثنين ريماي او مفردها ريمس، وريمس ده الفرع بتاعه وادي البادي. الماندبل ده كان اصله تو هاف، وبعد كده حصل لهم يونيون في نص، حاجه اسمها عملوا حاجه اسمها سامفيسز. احنا اتفقنا ان اي عظمتين بيقابلوا بعض في نص الجسم بتبقى سامفيسز. هنا التو هافز اوف ذا ماندبل قابلوا بعض في النص فعملوا لي سامفيسز من تاي. طيب انا عندي هنا ادي السامفيسز من تاي اللي انا معلماه اهو، وتحته بروتيوبرنس اسمها منتال بروتيوبرنس. اسمها ايه؟ منتال بروتيوبرنس. طب شايف الفورمن ده اللي هو الفورمن ده اسمه ايه؟ اسمه منتال فورمن. يبقى ده سامفيسز من تاي منتال بروتيوبرنس ومنتال فورمن. هو المنتال فورمن بيخش منه او بيطلع منه انو ستراكشرز منتال نيرف اند فيسلز، منتال نيرف اند فيسلز ومنتال فورمن على الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي سامفيسز من تاي منتال بروتيوبرنس، منتال فورمن بيطلع منه منتال نيرف اند فيسلز، وبعد كده عندي لاين اسمه اوبليك لاين اهو الخط المائل اسمه اوبليك لاين. بتيجي كده تمسك منه ده اوريجين العضله اسمها ايه؟ البوكسينيتور. عضله البوكسينيتور هو ايه؟ النيرف سبلاي بتاع البوكسينيتور بكال برانش اوف فيشيال نيرف. يعني انا اسالك ايه اللاين ده؟ هتقولي اوبليك لاين. اقول لك الاوبليك لاين ده بيدي اتاتشمنت لانه عضله، هتقولي البوكسينيتور نيرف سبلاي بتاعها ايه؟ الفيشيال نيرف البكال برانش اوف فيشيال. طيب ده طبعا اللور الفيلار مارجن. هو الابر الفيلار مارجن كان فين؟ في المجزر. حلو الكلام لحد كده. الاوتر سيرفيس بتاع الماندبل احنا قلناه الابر بوردر فيه اللور الفيلار مارجن. طب ما تشوف اللور بوردر فيه ايه؟ شايفين النقطتين السود ده دايجستريك فصة. دايجستريك فصة بتيجي تمسك فيها الانتير بيري اوف دايجستريك. المفروض ان الدايجستريك عضله عامله كده ليها انتير بيلي طالعه من الدايجستريك فوسه وليها بوستير بيلي طالعه من السكالب الدايجستريك نوتش، ولذلك هي ليها تو ديفرنت نيرف سبلايز. الانتير بيلي بتاخد من النيرف 2 مايلو هايويد اللي هو من الانفيريور الفيلر، انما البوستير بيلي بتاخد من الفيشل. يبقى انا عندي دايجستريك نوتش. المهم لو انا جبت لك دايجستريك نوتش تقول لي دي دايجستريك نوتش. طب ايه العضله اللي فيها انتير بيلي اوف دايجستريك؟